فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في هذه الآية قال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الاختلاف الذي حصل في الدنيا ولم يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنه يوم القيامة يحكم فيه أحكم الحاكمين. وإن دخله في الدنيا الأهوى والتغيير واتباع الأهوى، فإنه في يوم القيامة لا بد أن يحكم الله فيه بالحق ويرد الباطل. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم، يعني يخبركم بما كنتم فيه تختلفون، فيجازي المحق بالخير ويجازي المسيء بالشر.